عليك برام يا ساتي. مرحبا زي الصحة اخبارك الله يخليك تمام حبيبي الله يخليك تمام والله مفيش موت والله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ضربوني دورة فروش الحمد لله سليم الله يسلمك يا باشا الله يخليك لا سليم لا سليم في ايش هذا؟ في تجريح والله؟ تبعت انت البنك؟ ها؟ بس لما فلوس اقول في تجريح والله كويس هذا الحمد لله سليم لا بسيط ان شاء الله اهلا مرحبا زي حالكم لا سليم ان شاء الله سليم يا ساتر يا ساتر الله عليك الاخبار لحالك كيف صحتك؟ ردوا سعفيات وردوا حد يراعي اللي هي ما فيش كلمناهم قالوا ما عارفينش المطرحهم العربيه مقلوبه يا ساتر يا ساتر عيثر العطيب ايه اللي حصل؟ انت كنت راكب انت؟ ايه اللي حصل طيب؟ انا مكاني انت كنت راكب هنا؟ مره واحده هي العفريت طارت كذا والعربيه الثانيه طارت كذا لا حول ولا قوه الا بالله لا الحمد لله على السلامه والله الرجال لفت مكانها لا الحمد لله على السلامه هي العفريت طلعت من الخط خالص وحديها بعد كذا اتقلبت والعربيه اللي وراها طلعت كذا والعربيه اللي قلبت كذا وديني اللي تاني الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله على السلامه رجال لا تعويرات بسيطه كلها بسيطه ان شاء الله بسيطه بسيطه انا ابغى اشوف واحد بزر جو وانا يود فيش حد جو فتشته فيش حد يبقى تحت في الحديد هذا لا فتشنا ما فيش حد والله يا راي صير الشار ويدي رويش خرابة مرحبتين ايوه هاي يا باشا منقلب طالع العفريت برا و قبل عيد وش طيب على طول لا والله بتعود تعويرات بسيطاتك تعوير ماشي 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 العربيتين اللي تعادلوا عربيه ثانيه وعربيه ثالثه ثلاث مرات الحمد لله السلام يا حاج كويس ان شاء الله الف سلام عليك غالي الاسعافات قيد وقتها ان شاء الله التعبين العسكري اللي بحاري هذاك اياه وفي ولي بحاري عندك هذيك طايح بالحارثة هيك موالي هذا قيادة والله اصابات بسيطه بس بنقلب العربيه طالع من الشريط لا لا ان شاء الله ما فيش احنا قالوا شو فيك ما فيش شيء حياتنا كلها نازله ماشي 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 علينا مصاريف كثير
انا خليه يروح على سعيد روحته. شيل على طول. خلاص الكتابه دي وانت ماشي يا سيدي. ما تكتبش دلوقتي، بدأت تكتب فايش. شيل ودي، شيل. ها تكتب فايش وقت تكتب انت، وشيل ودي تكتب فايش. شيل يا شيل تكتب فايش. انت تكتب راي يذبح اللي يقول لك هاي. بس ارفع السعر لين اطر لي على طول. يلا بالراحة، بس بالراحة. ما تمشيش يا عم. دفعة اي دفعة. ايه في ايه يا عم؟ جيب صعب تشيله. هات له خلاص. في بس ظهره مش عارف ايه. مش عارف مكان. يا شيخ الوجي. وفي واحد انا اياك قاعد عمين راح. اللي زيب ولا متعود. سيري قول لي تعالى شنو؟ قول لي شنو برضه ياخذوا معاهم. يا ريس والله شنو؟ والله شنو؟ شنو وينك؟ يا رشيل ما شيلش واجد ذي. نتكلم نفرق لي. طب معانا نفرق لك كده معانا. يا ركن بروح على مالك، على مالك، على مالك. بس 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 حط له بلغ تمعي. هذا بلغ دوين برضه. اربط اربط اربط. يلا يا صباح شيخ. خذ الناس دي معاك. عقب الشنط خلي لهم. شيخ لهم 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 شيخ. حط هذا ايوه. شيل نفسي. ارفع ضي. ارفع حطوا له على البرده كده بالراحه عشان كان عم بتعور. بالراحه ارفعوا لي بالراحه. بالراحه بتعور. مش اللي بتحكي على البرده ده مش هينما الارض. مش المكان مش صحيح يا ابو. شنو شنو عاوز اللي يقعد بس على البيت جاي. اللي يقعد في عسكري هنا رجله مكسوره تقريبا. اي بس عاوز شيل. تعال تعال تعال. ما قال الله ما ينفعش يحط هذا. ما ينفعش يحط حبينا. هذا واحد يقعد على وجهه ونص المطرح لاني فاضي المطرح. والله فاضي. ما في واحد هناك العسكري اللي لا والله ذكر مكسور في او في وركي. انا قال لي مين عليه ذاك؟ وينه؟ ذاك ذاك عشان يجي هاي تركب من الاسعاف. هاي تخلي بشيلوه حتى بينهم. تعال شنو شايل؟ قول لي يا دفعه يا دفعه تقدر تشيلوه شايل كذا يركب عشان يلحق العربيه دي. ايه ماشي. ما احنا هنشيله ونعمل له ايه طيب؟ شيلي يا دفعه ينفع تساعدنا نشيلوك؟ ما لا عين الاسعاف عشان مفيش مفيش هنقعدوا جنب الراجل عشان تلحق الاسعاف. احنا نشيلوه بيننا كده. شيلوه شيل شيلوه يا عم. روح معاه ماشي يا عم. روح معاه. مش وقت مش وقت ارفع عادي. شيلوه شيل شيل ارفع ما شاء الله. بس 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 هذا شيء مش قادر. لا خلاص خلاص. الشنطه طب خلاص. الشنط هناك. الشنط هناك. الشنط هناك. الشنط هناك. معلش بس روح روح روح. عيد بس على الكرسي يا باسل. ايوه هجيب لك كرسي. روح روح روح. زي حالك. مش هتاخد العسكري ده معاك يا هات. مش قادرين نشيله. عايزين اي حاجه نشيل عليها. العربيه فاضيه. دي فاضيه. دي خد اجي معاك. ده هيقعد هناك بص. بس عايزين حاجه تشيل فيها. ده مليانه كده هيروح فين؟ مفيش حاجه تشيل فيها. خلاص خلاص. سيري حريح ماشي. اطلع 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 ماشي. اطلع تعالي يا
يظهر قصبا عنهم هم يقول لك حقوا غبيين عليهم جميل عليه بس ماشي عند عربيه او لا لا تعرف بدري يا ها لا في وقت بصير حظ غريب غير راح المفروض يلحق صحبيت بس كم وحده انا اللي عربيات جاي لكم كلم بس انت بالله عليك انا كلمتهم والله انا كلمتهم اول ما صار هاي الله يفتح عليك عربيات جاي ثمان عربيات جايين ماشي ماشي عبد اتوكل على الله كم واحد مصور لسه دي 10 10 اكثر من 10 تعال دي اذا حوالي 13 واحد لسه معك انت معاه شو حسام انت روح انت معاه ومكانه راجل ده 88 بس كلم لمان يا نيت بس عليك قول له انا عاوز بس رقم التليفون بس ولا خليه خليه يطمن عليك قبل ما بعد يا جماعه طيب كويس عامل ايه عليك على السلامة يا حبيبي عاطف